سلام، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في قناتي. أكثر سؤال بسأله، ولأنه زوجتي أنا مش عربية، شو هي أهم الميزات والعيوب للزواج من شخص يختلف عنك في الثقافة واللغة؟ بديش أحكي من وحدة أجنبية، لأنه كلمة أجنبية لها تعريفات كثيرة في بعض الدول. في ناس بتعرف الأجنبية هي الأوروبية والأمريكية، يعني بدناش ندخل في التفاصيل هاي، بس الزواج من شخص آخر يختلف عنك في الدين واللغة. أنا لخصت بعض العيوب والمميزات. خلينا نحكي عن المميزات. أول إشي المهر. المهر في دولنا العربية كتير صار مرتفع الآن. عادة الزواج من غير العربيات، خاصة من الأوروبيات والشرقيات، بكون بمهر قليل، حتى يمكن يكون معدوم، يعني هو بس عشان موضوع ديني إنك تدفع لها المهر. أما بكون المهر تقريبا مش موجود، لأنهم ما بيعرفوا إنه كيف أنت بتدفع لها، يعني ما عندهم هذه الثقافة. تكاليف الزواج. تكاليف الزواج طبعا قد تكون ميزة وقد تكون لا. تكاليف الزواج في دولنا العربية الآن كتير كتير عالية، ومعظم تكاليف الزواج بتحملها الرجل. في زواج من الغير العربية عادة تكاليف الزواج تكون مشتركة، لأنهم اثنين بدهم يتزوجوا مش واحد، فهذا شيء طبيعي بالنسبة لهم. وتكاليف الزواج بتكون تقريبا على المستوى اللي هم طالبينه. احيانا بتكون تكاليف الزواج غالية، يعني انا بعرف هون الزواج مثلا في نورث امريكا، خاصة انك تعمل بارتي او حفلة كبيرة، بتكون غالي. لكن اذا قرروا الزوجين انهم يعملوها مختصرة، انا رحت على حفلات زواج فيها يمكن 15 شخص، يعني الاصدقاء والاهل المقربين جدا، ف It's like a small party يعني بتكون. فهي تكاليف زواج الزوجين اللي بحددوها. الزواج في دولنا، كثير من الزواج مش كله عم بحكي، يأتي بشكل روتيني، يعني الأم بتشوف واحدة بتروح بتطلبها، أو هم بسمعوا عنها أو أهلها أو بيعرفوا إنه في عندهم بنت، يعني ما بيكون في معرفة سابقة بين الشخص أو الصبية والشاب. ما بدي ادخل في نطاق واسع في الموضوع، لكن الحب من او الزواج من الغير عربية عادة بيجي بعد حب، وهذا الحب بيجي بسبب، ما بدي احكي انه في دول العربية ما في، لا في، بس معظم هذا الحب بكون يعني مش مربوط باي سبب، لا مادي ولا ديني ولا عرقي ولا لونك، ولا بكون في تبادل من الاحترام والحب. طبعا الموضوع فيه نقاش طويل هذا، يعني هل الزواج الروتيني أفضل أم الزواج؟ طبعا هذا كل مجتمع هو اللي بيحدد، مش أنا اللي بحدد، وكل دين طبعا هو اللي بيحدد. بدنا نحترم هاي الشغلات، لأنه بدنا نحكي عن هاي الشغلات، الثقافة والعادات. المصاريف البيت عادة بتكون مشتركة، خاصة إذا الزوجة تعمل. يعني في الزواج من أجنبية هي يعني دائما تتوقع انه هي جزء من هذا البيت، يعني هي مش بس على الرجل تحمل المصاريف. however في حالة لا سمح الله الطلاق او الموت، عشان هيك التركة بتروح للزوجة مش للابناء. وفي حالة الطلاق البيت او الممتلكات بشكل عام تقسم بين الزوج والزوجة الى قسمين. بيختلف عن دولنا، انه انت عندك مصاريك في حسابك بتضل مصاريك، وهي مصاريها في حسابها بتضلها في حسابها، لكن هون تقسم الى قسمين، فهم مشتركين في كل شيء. الحياة عادة بتكون بسيطة من الاجنبيات، يعني بديش احكي انها من العربيات مش بسيطة، لا، يعني مثال بدي احكي الديكورات او العفش تبع البيت. عادة العربية بتحب انه يكون العفش مثلا مزخرف ملون، خاصة باللون الذهبي، يعني هذا عندنا عادة وثقافة ونحترمها. لكن في الدول الأجنبية يعني بحاولوا انه يكون العفش بسيط، لأن معظم بيوت خاصة المتزوجين جديد معظم بيوتهم من إيكيا او من اماكن هاي اللي هي عفشها بسيط بيكون.
النقطة الكبيرة اللي هي الأهل والأقارب. عادة دحكي مش الكل، عادة الأهل والأقارب ما بتدخلوا في زواج أو في حياتكم الخاصة. حياتكم الخاصة هي لكم، ما حدا إله إنه يسأل ليش أنتوا رايحين هون، ليش جايين هون، ليش بتصرفوا هالقد، ليش ما بتصرفوا هالقد. حتى يمكن الأم والأب تبع زوجتك أو زوجك، فعادة هم عندهم استقلالية. الأصدقاء ما بحاولوا يسألوا. يعني أنا كثير تجيني أسئلة من أصدقائي عرب، وهذا مثلا ليش ما عندك ابن ثاني؟ يعني سؤال صراحة مش محرج، بس يعني أنا مش شرط إني أجاوبك. يعني ما بعرف، خلص عندهم هذا التدخل. طبعا هو طبيعي، يعني بيجي طبيعي. انا مش عم بحكي انه شيء، بس ما بيجي هذه الاسئله من 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 الاهل والاقارب تبعون زوجتي. طبعا لما تتزوج من شخص او من مرأة من ثقافه مختلفه، وخاصه من لغه مختلفه، تاكد انه ابنك راح يتكلم لغه اضافيه. طبعا هون التشالنج راح نحكي عنه في العيوب، بس بدنا نكمل هون بشكل مختصر انه المذر تانج هو عبارة عن لغة الام، عشان هيك سموه مذر تانج. والولد عادة بيتقن لغة امه عادة، يعني فاذا امه شاطرة وبتتكلم معاه ممكن يتقن هاي اللغة الاضافية. الابناء بيكونوا عادة منفتحين على مالتي كلتشرز، ما بيكونوش منغلقين على كلتشر واحد وعلى ثقافة واحدة، عشان هيك بيكونوا لهم مساحات في المستقبل للعمل والتصدر اماكن انترناشونال بوزيشنز. لانه الحياه مشتركه في الفلوس، برضو الحياه مشتركه في مهام البيت. يعني الرجل الشرقي عاده ما بيحب انه مثلا يمسك شغلات في البيت. زمان هلا يمكن اختلف الموضوع. مثلا انا بشارك زوجتي احيانا لما اتاخر في الشغل بالطبخ، في غسيل. طبعا يعني الغسيل هو انك تحطهم بهالغساله واكبس هالكبسه. احيانا بيجي لي الصحون اذا كان في بعض الصحون. فهذه الامور يعني البسيطه بتشاركوا فيها برضو الزوجين. طبعا هاي المميزات والعيوب كلها من 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 تجربتي الشخصيه. الانفتاح الثقافي لما انت بتتزوج من شخص غير لغتك ودينك وعرقك، بكون عندك انفتاح ثقافي، بكون عندك اوه هدول العالم. مش كل شيء لازم يكون هيك. يعني عندنا العيد مثلا ثقافة انه لازم على صباحية العيد ناكل احنا كبدة، هذه ثقافتنا ومتعودين عليها. مش معناها انه لازم تصير، يعني اذا ما صارت ما راح يصير اشي بيج. يعني بتعيش عادي، يعني بتعيد عادي، تتعلم شغلات جديدة من العالم الجديد، تتعلم امور كثيرة. خاصة انا زوجتي من الصين، فثقافتهم قوية جدا وفيها أمور كثيرة جدا ممكن تتعلمها. يعني أنا تعلمت أمور يعني لا تعد ولا تحصى من هذا الفيديو. بس بدنا نحكي الآن عن أهم العيوب من الزواج من أجنبية أو واحدة لا تتكلم بلغتك الخاص، اللي هي اللغة. موضوع اللغة هو قد يكون عيب وقد يكون صعوبة، لأنك أنت بتتفهم كثير شغلات، او خاصه لما انتم بتكونوا بتحكوا لغتين مختلفات. يعني انت بتحكي مثلا لغه عربيه هي لغتها اليابانيه، وانتم بالدار بتتحدثوا اللغه الانجليزيه. فهذه طبعا راح تكون صعوبه جدا، لانه لما بدك تعبر عن مشاعرك عاده المشاعر بتعبر عنها بلغتك الام، بيكون اسهل التعبير عن هذه المشاعر. في ناس بتقنوا اللغات اللي بتكلموا فيها. من الجميل جدا انك تتقن اللغه اللي تتكلم فيها زوجتك، وهي تتقن اللغه اللي انت بتتكلم فيها، لانه قد تصلوا الى مكان هيك سوي او اقرب. لكن صدقا 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 التعبير عن الشعور، بدك تسمع انت اغنية لفيروز الصبح، هي سامعة الموسيقى وحباها بس مش فاهمة شو الكلمات. تسمع لوديع الصافي، هي تروح تسمع لشخص معين من ثقافتهم، او تحضروا مسلسل او مسرحية او نكتة حتى، هي راح تفهمها او انت مش هتفهمها او العكس. الشغلة الثانية الثقافة. طبعا موضوع الثقافة شيء مهم جدا، انك تتفهم ثقافة الاخرين. في كثير امور احنا يمكن ما عمرنا سمعنا فيها ولا عمرنا شفناها. انا زوجتي من الصين وعندهم ثقافة تختلف اختلاف كلي، وهي ثقافة من الاف السنين، يعني عمرها حوالي اكثر من 5000 سنة. وفي عندهم شغلات كثير جميلة وشغلات كثير صعب انك تفهمها. ليش بتسووا هيك؟ يعني في حالات الوفاة مثلا، في وفاة الأب الابن،
يبقى مع جثة والده أو والدته لمدة 3 أيام في مكان ما ينام. يعني بتقول طب يا عمي ليش بتعذبوه؟ لا، بضلوا 3 أيام يحرس الروح تبعت والده أو والدته عند هذا، ما بينام نهائيا. طبعا أنا كيف عرفت؟ قالوا لي لأنه لو ما في أخ لزوجتك، كان أنت كزوج الابنة اللي لازم تقوم بهذا العمل. فيعني هذه أحد الأمثلة. يعني طبعا في أمور كثيرة في الثقافة لازم تتفهمها، لازم تفهم ليش، لازم تسأل. يعني ما تخليها بقلبك، لا اسألها ليه، why you doing this، ليش بتسوي هاي الشغلات، ليش انتم بتعملوا هيك، ليش بتسوي، خليها تعمل لك explanation. او حتى تقول لك يمكن عادة ثقافة، لازم تفهمها. الدين، موضوع الدين هذا شيء شائك جدا، ويختلف من شخص لآخر ورأي من شخص لآخر. لا إكراه في الدين، احنا عارفين، لكن لازم تكون انت وزوجتك واضحين من بداية زواجكم، قبل الزواج، شو اسلوب الحياة والدين اللي انتم بدكم تمشوا عليه في المنزل، عشان ما تصير عندكم مشاكل. احترام الأديان شيء مهم جدا، ولكن لازم تكون واضح في هذا الموضوع عشان ما تصير في مشاكل المستقبل. الوضوح أهم شيء في العلاقة الزوجية. طبعا مثال الشرب مثلا، احنا في ديننا ما في شرب، فهل زوجتك تشرب ولا لا؟ إذا بتشرب بدك تفهمها إنه مثلا هذا في عاداتنا وتقاليدنا وديننا مش موجود. ف يعني حرية شخصية إلكو هاي. في ناس حتى يعني ممكن تشرب، وهذا شيء راجع لك، بس مثلا لما تروح على على دولنا العربية مستحيل انها تقوم بالموضوع هذا على البابليك او تسوي هذا الاشي. فلازم يكون في موضوع الدخان مثلا. انا موضوع الدخان هذا شيء بالنسبة لي ما بحبه، خاصة للمرأة وخاصة لما تكون حامل، لانه في شخص ثالث بتأثر اللي هو الولد. موضوع الارت، او الثقافة، موضوع الثقافة شائك جدا، لانه هو يتبع للغة ويتبع للكلتشر. فمثال انك تروحوا تحضروا مسرحية، تروحوا تحضروا مسلسل، او تحضروا مثلا، او تحضروا عرض سينمائي او عرض لوحات، قد لا تفهم انت هاي الثقافة. يعني انا مثلا رحت اول مرة على بيجين اوبرا ما فهمتها، يعني I couldn't swallow it. يعني اشي كان الموضوع بالنسبة لي، مش بس عشان اللغة، يعني بفهم لغة صينية ولغتي الحمد لله كويسة، بس البيجيني أوبرا كانت يعني إشي غريب بالنسبة لي. فصراحة ما تفهمت البيجيني أوبرا، وطلعت يمكن بعد نص ساعة أنا والمدام، وهي الحمد لله تفهمت الموضوع، قلت لها أنا مش قادر. فقالت لي، فعشان هيك أني أنا بحكي إنه هو أنت لازم يكون عندك شباب، صحابك وأصدقائك، تروح معهم من ثقافتك، تروح معهم على الشغلات الثقافية تبعتك، وهي لازم يكون عندها صديقات من ثقافتها عشان يروحوا على الأشياء الثقافية، ما تحبسوا بعض عشان اختلاف الهام. طبعا الابناء، هو شيء مهم جدا، وزي ما حكيت دائما انكم لازم تكونوا متفقين على موضوع الابناء قبل الزواج، لانه انت لما بتتزوج بتتزوج عشانك وعشانها، عشان تنبسطوا، عشان يكون عندكم حياة جميلة، وعشان يكون عندك بارتنر، وعشان تشوف حدا تعيش معاه. لكن بعد مستقبل البرودكت تبعت المؤسسة تبعتكم اللي هو الابناء، بيصير كل إشي مركز على هذول الأبناء. فأنت في البداية ما بتحسب للموضوع الأبناء حساب، لكن بعدين بتصير تبدأ في المشاكل. فلازم تكونوا واضحين كيف طريقة تربية الأبناء، شو هي الطريقة اللي بدكم تستخدموها، شو هي الدين اللي بدهم يعتنقوا أبنائك. هذا شيء مهم، خاصة لما يكون في اختلاف في الدين بين الزوج والزوجة. اللغة اللي بدكم تستخدموها، أنا نصيحتي لكم إنه الأب يتكلم بلغته والأم تتكلم بلغتها. لغة الأم mother tongue هي راح تكون الأقوى، لأنه عشان هيك بسموها mother tongue مش father tongue. لغة الأم حتكون أقوى، خاصة إذا الأم تتكلم كثيرا مع الولد. لكن الولد بهاي الطريقة بيكسب اللغتين، على الأقل بيكسب اللغتين، يعني غير اللغة اللي هو بتعلمها في المدرسة. الاسم مثلا، أنا لي صديق بعد ما ولد الولد بعد يومين تمشكل هو زوجته، هو بده يسميه كان محمد وهي بدها تسميه I think اسم ثاني، فصارت مشكلة بينهم، ويعني الحمد لله انحلت. لكن موضوع الاسم، شوف شغلة بسيطة، فشو الأسماء؟ هل تختاروا أسماء يونيفرسال مثلا آدم، إبراهام، الأسماء هاي، هارون، هاي الأسماء قد تكون سهلة الاختيار، سام، وجاي على العربي والغير عربي. طبعا الشيء الأخير اللي هو اختلاف وجهات النظر، احنا حكينا انه هاي قد تكون من العيوب ولكنها ايضا من الميزات. اختلاف وجهات النظر بيفتح لك آفاق كبيرة، بيعلمك شغلات كثيرة، بيعلمك كيف تكون انسان منفتح، ما تكون عندك عقدة
أو عندك عناد. هذا الشيء مهم جدا لما تكون في ثقافة ثانية. فعشان هيك تفهم السبب، نرجع نحكيها زي الثقافة، تفهم السبب، روح اسأل ليش. قد تقولوا لك هذه عادي عندنا، خلص خذها زي ما هي، ما تحاول انك تغير، لانه هذه ثقافة عاشت فيها زوجتك عشرات السنوات وانت عشت في ثقافتك، ما في داعي تغير. انا بحكي انه الزوج والزوجة هم عبارة عن خطين parallel متوازيين، اذا ضلوا ماشيين بنفس السرعة وبنفس المسافة بينهم لن يتقابلا ابدا. فاذا ما احدهم لان او كلاهما لن يلتقوا في النصف. فعشان هيك انا نصيحتي انه انت تغير شوي من عاداتك وهي تغير شوي من عاداتها، وتحاولوا انكم تاخذوا منحة للوسط عشان تتقابلوا في نقطة وتستمر علاقتكم مع بعض. هذا الشيء المهم. قبل ما اروح حابب منكم تساندوني في هالقناة، تعملوا سبسكريبشن وتنشروا هذا الفيديو اذا وجدتوا فيه اي معلومات مهمة، وراح تساعد الشباب والشابات من اختيار الزوج المناسب. يعطيكم العافية والسلام. اعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.